في فعاليات الندوة 45 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي بمقاطعة جزر الكناري بإسبانيا. وبحسب بيان للمجلس، فإن الفعاليات التي انطلقت الجمعة وتدوم يومين تبحث محاور ثابتة تتم دراستها كل عام على شكل ورشات يصب جلها في اتجاه مناقشة واقع النضال المشروع للشعب الصحراوي. هذا وكشف رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي كوكو بيير غالاند أن شبكة برلمانية لمساندة شعب الصحراء الغربية بصدد التشكل والهيكلة في أمريكا اللاتينية. وفي اتصال هاتفي سابق، أكد ميلود حنفي رئيس الوفد البرلماني الجزائري في ندوة وقوف الجزائر الدائم إلى جانب الشعبي الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير مصيره. كان لنا الشرف أن نكون ضمن وفد رافع المستوى يتكون من البرلمان بغرفتيه للمشاركة في الندوة، الندوة الأوروبية للتضامن ودعم ومساندة الشعب الصحراوي. المكان اللي يعقد فيه هذه الندوة في هذه السنة في منطقة لاس بالماس دي غران كاناريا، اللي تبعد 100 كيلومتر على الأراضي الصحراوية المحتلة، عندها دلالة ورمزية، منها اعتراف حكومة جزر الكناري خاصة، والاعتراف الضمني للحكومة الإسبانية أو المملكة الإسبانية بعدالة القضية الصحراوية. في هذا كان فيها عدة ورشات، من بين الورشات الحديث والدفاع عن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.